سنواصل هذه الثورة الحسينية لنجتث كل الطغاة. معركة بين الحسين ويزيد بصنعاء، أو هكذا بدا المشهد في هذه المسيرة الكربلائية على حد وصف منظميها. نصرة الحسين في شوارع وأحياء العاصمة وتحشيد عبر وزارة الأوقاف الخاضعة لسلطة الميليشيا التي وجهت مساجد العاصمة للدعوة إلى الاحتفال بيوم عاشوراء وإبراز مكانة آل البيت. التهديد والوعيد لكل من خالف آل البيت وحرمة الخروج عليهم، بل ووجوب الاستماع إليهم. هنا تحظر الثورة على النظام اليزيدي الظالم، ولكن لا يوجد في صنعاء نظام ولا يزيد، وإنما طقوس تحمل بعدا ثاريا كما يرى المجتمع موجها ضده، خصوصا مع ما يشهده اليمنيون من سلوك الميليشيا. أننا نحن الجمهور الزينبي في اليمن، ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: امضي بنا يا سيدي. أحداث عفى عليها الزمن ويستحضرها الحوثيون ليخوضوا بها معركة ذات بعد طائفي ضد المجتمع. فإذكاء الصراع التاريخي من قبل جماعة تمارس البطش والقتل والدمار ضد اليمنيين لا يعد عن كونه تجريفاً للهوية الوطنية لمصلحة المشروع الطائفي. حينما تحرك في ثورة خالدة، تصرخ الميليشيا بمظلومية وهمية وتستدعي الصراعات التاريخية وإقحام أبناء البلد فيها. يؤكد اليمنيون أن مشكلتهم تكمن في تقويض الدولة ونهب ثرواتهم، فلا يزيد يعنيهم ولا الحسين يرد عليهم قوتهم المنهوبة وبلدهم المدمر. يقول مراقبون إن هذه الطقوس بقدر ما تعمل على تعميق العزلة المجتمعية التي فرضتها الميليشيا على نفسها، فإنها تمثل صورة من صور التجريف للهوية اليمنية، حيث تمثل السيطرة العقائدية للميليشيات الحوثية في إحياء عاشوراء تحولاً كبيراً ومخيفاً في بنية اليمن الاجتماعية والعقائدية. إذن لم يكن لدى اليمنيين مشكلة مع التعدد الثقافي والحريات الدينية، لكن المشكلة تكمن برأي الكثيرين في استخدام المظلوميات التاريخية ذريعة للاحترابات والقتل وتدمير البلد وتقويض الدولة، أو تسويقها كمبرر لكل ذلك. ففي الوقت الذي لم ينسى اليمنيون أن الميليشيا التي تحتفي اليوم باشترار صراعات الزمن الغابر هي نفسها الميليشيا التي اجتاحت المدن والأرياف بذريعة إسقاط الجرعة، وكانت النتيجة سقوط بلد برمته في براثن الفوضى والدمار.